السلام عليكم. معلومة على الماشي: تعديل سلوك الأطفال. أي سلوك إنساني مكون من 3 مكونات أساسية، سواء كان السلوك ده سوي أو غير سوي، هي العوامل الوراثية والتنشئة الاجتماعية والدافعية النفسية. العوامل الوراثية بتعطي الاستعداد فقط، يعني مش عشان الأب عصبي هيكون الابن عصبي، لأ طبعا. نقدر ان احنا نعدل هذا الاستعداد عن طريق التنشئة الاجتماعية السليمة والتربية الإيجابية والتربية السليمة. طيب، لو فرض ان في خطأ في التنشئة الاجتماعية ما قدرتش ان هي تعدل هذا الاستعداد، اذا علينا بايه؟ بالدافعية النفسية. وهنا اقصد بالدافعية النفسية اللي هو تعديل السلوك او تصحيح تشوهات الادراك اللي عند الطفل او تعديل اتجاهات الطفل، وده بيكون عن طريق الجلسات. طيب، انا عشان اعدل سلوك ابني اعمل ايه او اكون ايه ازاي؟ لازم اكون عندي ايمان وثقة ان انا فعلا هقدر اعدل سلوك ابني ولا افقد الامل ابدا. لازم يكون عندي صبر واخذ الامور بتدرج. ما هو السلوك اللي وصل له ابني ده سلوك 3 4 سنين تربية فيها صراخ وفيها سلبيات كتير. ثالث حاجة، لازم ان انا التقييم النتائج والمراقبة باستمرار. يعني كتير جدا من اولياء الامور بيستعجلوا على النتائج وبيقولوا ان الابن ما عملش اي نتيجة، مش بيبصوا للتدرج في النتائج او التدرج الجوهري في النتيجة. يعني انا ممكن ابني يكون بيشتم 5 6 مرات في اليوم، وصل ان هو يشتم 2 مرات في اليوم، اذا في نتيجة. كمان لازم ان انا احدد السلوك اللي انا عايزة اغيره. ما ينفعش ان انا ابني بيسرق، ابني بيكذب، ابني بيضرب، اخد كل ده على بعضه. لا، لازم اشوف السلوك الاكثر خطورة بالنسبة ليا وابدأ بيه. وممكن اقعد في السلوك ده شهر او شهرين، وبعد كده ابدا ان انا اخد السلوك اللي بعديه. وبعدين لازم اعرف وانتبه ان انا وانا بعدل فعلا السلوك ده هتتعدل سلوكيات اخرى موجوده. اذا ما استعجلش، لازم اخد الحاجه خطوه بخطوه. كمان طيب، ايه السبب اللي وصل ابني ان يبقى كده؟ ايه الدافعيه وراء ذلك؟ ما هو ما فيش حد بيعمل سلوكيات الا ما بيكون وراها هدف معين، طب او بيكون ليه في وراها رغبه او تلبيه احتياجات. هو هل ابني عنده نقص مثلا في الاهتمام والرعايه؟ هل ابني عنده عايز يلفت انتباهي او يلفت نظري ليه؟ هل ابني ما عندهوش مهارات معينه في التعامل مع الغير لما بيبقى عايز حاجه من حد بيخطفها منه غصب عنه؟ هنا عشان اعالج الموضوع لازم اعرف ايه اولا السبب. طيب، انا ممكن ابني مثلا بيروح عند خالته وبيجي لي بسلوكيات سلبيه كتير، طب هنا انا اعمل ايه؟ هنا اعمل ايه؟ ان انا اقلل من المروح ثم امنع. ويمكن دي نظريه التعلم الاجتماعي بتقول لنا على كده، ان احنا بنتعلم لما بنشوف الحاجه، اذا الطفل بيتعلم بالتقليد. طب انا هديك مثال على كده. انا لو عايزه اعلم ابني مهاره الثقه بالنفس، انا ممكن اشغل له فيديو هيتفرج عليه على اطفال عندهم ثقه بالنفس وعندهم جراءه في التعامل، او ممكن احطه وسط اطفال عندهم ثقه بالنفس عندهم جراءه في التعامل، او ممكن ان انا استخدم معاه نشاط معين. على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن ان انا اجيب ورقه افرغها من النص وابدا اديها لابني واقول له اكتب الايجابيات على حروف الورقه دي، وبعد ما يكتب كل الايجابيات اخليه يحط الورقه على وشه، اذا هتبقى زي برواز وشه موجود في الورقه والايجابيات موجوده على على الحروف، وابدا اديله صوره او لقطه وابدا انزلها على الفيسبوك. اذا الاهل والاصدقاء هيبداوا يكتبوا تدعيم لهذه الصفات، اذا انا خليته يثق في نفسه. طبعا خليته يثق في نفسه. تاني حاجه، التحسين باستمرار. انا ابني مش بيذاكر، طب ليه ابنك مش بيذاكر؟ ما حضرتك دايما في صراخ وفي خلافات وفي استعجال وفي توتر وضغط، اذا هنا لازم الهدوء عشان يخف الضغط والتوتر. كمان عن طريق تنمية المهارات عند الطفل، وهنا اقصد بالمهارات او اللي هو الاسم المتداول لتنمية او للتدخل، عمليات التدخل اللي احنا بنعملها مع اولادنا عشان نأهلهم ان هم يكونوا قادرين على ان هم يعتمدوا على نفسهم وما يحتاجوش لحد. وتنمية المهارات دي بتنمي الذكاء وبتعدل السلوك فعلا.
طب انا عشان انمي المهارات لازم اراعي ايه وانا بقدم النشاط للطفل؟ لازم اراعي في النشاط عنصر التشويق والاثاره، اراعي مستوى ادراك الطفل، اراعي ان انا اكرر النشاط كذا مره عشان الطفل يفهمه، اراعي ان انا اوجه واعيد التوجيه واعيد التوجيه مره اخرى ثم اصحح واشتغل مع الطفل خطوه بخطوه. مهارات دي كتيره جدا، عندي المهارات الحركيه سواء الكبرى او الصغرى، المهارات الاجتماعيه اللغويه المعرفيه والعقليه، المهارات الحسية، مهارات التعامل في الحياة اليومية، مهارات التعلم عن طريق اللعب، كل دي مهارات الطفل يقدر ان هو يتعلمها. عشان كده بنقول تعديل السلوك عمره ما كان بالنصايح، وعمره ما كان بالضرب ولا بالتهديد ولا بالتأنيب المستمر للطفل ولا بخصام الطفل لمدة طويلة، لأن كل ده هيسبب ايه؟ جفاء وبعد عن الطفل. استنوني في معلومة جديدة، مع تحياتي دكتورة إيمان السريابسي.